شبك شردر؟ عندك زيت فوانيس؟ زيت فوانيس؟ ما عندي، بس لان عنده. شرف ما إلك. بس اللي شو بدك بزيت الفوانيس؟ شو بدك تصير دومري؟ لك حلفت يمين قدام امي اني احرق لنشأت بنص الحاره، قد ما طول وين بده يروح؟ يوم يومين ثلاثه بده يرجع، مشان هيك بدي افرش الليل قدام بيته. كفو عمار. هي ما حبيتها منك ضبا، لعيونك انا الكفو. بعرضي انك اصلي، شرف ما إلك. اعوذ بالله، شو عم تحكي يا خانم؟ بنت مقطوعه ما إلها غير الله، ونحن شو عم تقول تكون من بنات الهوى؟ ما بجوز هالحكي. يمكن. هنشوف. يا خانم صار لي معك 10 سنين، شو شفتي مني؟ خلاص. قول لمراتك تحميها وتلبسها هدوم نظيفة عشان هتساعدها في القصر. وملهاش راتب عندي. بأكلها وشربها. خلاص بأكلها وشربها، المهم نأمن على المخلوقة، وين بتروح بحالها المسكينة؟ يا ابني أنت مش هتعلمني أعمل إيه وما أعملش إيه. من بكرة تروح معاكم لغاية تساعدكم. ليش هيك عملتي يا ماما؟ وضعتينا قدام كل اهل الحاره. انا ما اصدقت لك يا اخر العنقود. صدقت هدد وكبش لثلاثه. دمانك حبل الدم. لساتك صغير. دم تقيل عليك كتير. بس هدد الكبش. لازم يعرف. إن الله حق. الله لا يوفقكم على البيت. لك ريته الله كان قطف عمري ولا أخذ من هالعيلة. الله لا يوفقكم، شوف ضيع العمل عمل عمل. لك فضحونا فضحونا بالحارة. الله لا يوفقك يا ذكية على الفضيحة، الله لا يوفقك. وانت ليش ساكتة وما عم تحكي؟ لعم يضربك على العادة. شو بك ابن عمي عم تتفشش فيني؟ روح تفشش ببيت رسلان. قومي من هون وليه؟ قومي من هون وتحركي.